دعنا نختم هذه الجولة من آخر لحظة، ومنها نقرأ شعبة مصدري الذهب تتهم المركزي بالعمل ضد الثورة. في تفاصيل هذا الخبر، حملت شعبة مصدري وتجار الذهب البنك المركزي مسؤولية المساهمة في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار على خلفية تحديده لسعر جرام الذهب بقيمة 2690 جنيها، رغم أن سعر الجرام أمس الأربعاء لم يتعدى 2200 جنيه، متهمة إياه بالعمل ضد الثورة أو ضد ثورة ديسمبر المجيدة. وقال رئيس الشعبة عبد المنعم صديق في تصريح لباك نيوز إن سعر الذهب بحساب البنك المركزي يبلغ 68 جنيها للدولار، رغم أن سعر الدولار شهد تراجعا أمس على خلفية التوقيع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقال الصديق بأن قرارات بنك السودان المركزي بشأن الذهب ستعمل ضد ثورة ديسمبر المجيدة التي شعارها الحرية والسلام والعدالة. هل فعلا يعمل البنك المركزي ضد الثورة؟ والله تعرف هي طبعا واحدة من المشاكل، انت لو ساكت قطعت الشارع لزوب بقول لك انت تكوز مش كده، بقول لك انت ضد الثورة. صحيح. فده يعني افتكر ده تزويد غير مبرر. يعني لا، يعني بنك السودان شو محمد عصمت يحيى وجمال عبد الرحيم، انا ما اتخيل انه بيعمل ضد الثورة. لكن بنك السودان لديه إشكالات أخرى. أنا شخصيا كتبت عدد من المرات تحفظات أساسية عن بنك السودان وعجز عن إدارة الجهاز المصرفي وعجز عن ضبط الجهاز المصرفي. وأفتكر الآن إحنا واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية اللي بتواجهنا الضعف الذي يعتبر أداء الجهاز المصرفي، والسبب الأساسي فيه هو غياب الرغبة المطلوبة من بنك السودان. بنك السودان في معظم الأحيان بيكون شغال في حياة تانية، ما شغال في شغل الأساسي. الآن واحدة من أكبر التشوهات بشهادة الاقتصاد السوداني ما تسمى بالمرابحات الصورية، وهذه موجودة على كف من يسير. وأنا أستطيع أن أدعي من هذا الموقع وعلى مسؤوليتي أن كل المصارف التجارية بتاعتنا بتمارس ما يسمى بالمرابحة، المرابحات الإسمية، لا تتابع لا تراقب لا توجد مشاريع. يعني انت عادي جدا تمشي تلقى زول بيجيب دراسة جدوى مصنع، بعد سنة إذا انت مشيت ما بتلقى المصنع ده موجود، والقروش طلعت وتصرفت ومشت وزادت التضخم في السوق وسمسروها في الأراضي وفي العملات وفي الذهب وغيره وغيره. دي الإشكالية الأساسية اللي أنا بتحفظ فيها على 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 بنك السودان المركزي، وعجزه عن القيام بدور في مراقبة الجهاز المصرفي. لكن يعني هذه القضية هي قضية يعني والله تحفظ موضوعي، ونحن نشيد بهذه الجهة التي أبدت هذا التحفظ الموضوعي، لكن بس هي يعني عرضته بالشكل، وهي يعني هي ذات غلطت. يعني ما هو اللي رزقته ما يسعس كذا بالحيل على الثورة، يعني عشان نقول والله طوالي خلاص حيجوا يقبضوا ناس بنك السودان دول يحاكمون، ما في ولا حد، لا ما في زول حريص كذا على مستوى السلطة. أنا برضو بقول الكلام ده على مسؤوليتي، ما في زول بالحيل على السلطة دي عشان يحاكم لزول لأنه اتهموه لأنه هو ضد الثورة، ولا حد يطلع مظاهرة هتمشي تهاجم بنك السودان لأنه هو شغال ضد الثورة. يعني العرض الموضوعي أو عرض موقفك بشكل موضوعي بيساعد على 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 الحل مؤكد. يعني رغم أن الإنتاج بلغ نحو 100 طن خلال العام 2017، لم يسهم ذلك في دعم خزينة الدولة، وأين كانت تذهب هذه الأطنان من الذهب؟ والله يا أخوة شو السؤال ده، حقا إحنا نوجهه للناس اللي قالوا أن السودان شغال ضد الثورة دي من زمان كانوا مين، لأنه ده سؤال كبير جدا حقيقة. يعني وليس الذهب فقط، كثير من الموارد المهدرة التي أسيء استغلالها أسيء توظيفها ذهبت لغير ما وجهتها الشرعية. في موضوع الذهب، الدولة كانت بعد 2011 كانت تبشر السودانيين بأنه والله ما فقدناه بالنفط سنعوضه بالذهب، لكن واضح أنه هو الدولة كانت تتحدث عن أفراد، لأنه فعلا يعني اقتنع أفراد كثيرون على مستوى شركات ضخمة تسيطر الآن على سوق الذهب في السودان، لكن المواطن المغلوب على أمره لم يصله شيء من عائد الذهب هذا. بالتالي هو السؤال مشروع، لكن قطاع الذهب تضرر كثيرا في الحقبة السابقة، وهناك من يرى أن من الملاحظات والمفارقات الغريبة أن الذهب في كل دول العالم يقوم بالتنقيب عنه الدولة وترد هذا الذهب إلى خزينتها ليعود بعد ذلك على المواطن في شكل مشاريع أو إنتاج أو كذا. الملاحظ في السودان هنا أن الذهب يستفيد منه أشخاص معينون، وواحدة من الإشكالات أيضا التي أدت إلى مشاكل العملة أن هؤلاء الذين يجدون الذهب يحملون الأموال هذه ويحتفظون بها.
في غرب السودان وفي شرقه وفي كل الاتجاهات يعني. فهذه المعضلة كيف تحل ابتداء؟ هذه المعضلة تحل بعودة الدولة المختطفة، وهنا احنا مشكلتنا الدولة ذاتها كانت مختطفة، والدولة كانت تحمي مصالح أفراد، يعني هذه حقيقة للأسف لن ينكرها إلا مخابر. يعني الصحافة السودانية لها مساهمات أنا أعتقد في هذا الأمر، الفضائيات يعني كل الإعلام السوداني، أنا أقول هذا الكلام للذين سيسألون أين كنتم حين كانت تمارس هذه الممارسات، فليعودوا إلى أرشيف الصحف وليعودوا إلى البرامج، لأنه هذه الفضائية نفسها واحدة من الفضائيات التي تحدثنا عبرها نحن عن غياب دور الدولة، عن التسيب الذي تشهده الموارد، عن غياب ولاية وزارة المالية أو ضعف وزارة المالية على المال العام. يعني كل الذي قلناه عن تفكيك دولة الحزب الواحد يجيب على ذات السؤال، لأنه للأسف الدولة يعني ظلت تعمل لصالح أفراد يعني بوعي أو من غير وعي، لكن هذه هي الحقيقة للأسف. أنا حقيقة يعني أستغرب في موضوع الذهب أن الدولة تسمح للمواطنين بالترقيم عن الذهب، هل هذا الكلام منطقي؟ طبعا ما منطقي، ما في حاجات كثيرة ما منطقية يعني أنا يعني الآن نحن في واحدة من مجموعات التواصل الاجتماعي في جدل من الصباح، لأنه أنا تحدثت عن أنه هيئة السكة حديد أو عمال السكة حديد عملوا مبادرة وأعادوا تفعيل الخط الحديدي بين حلفة وعبرة، هذا الخط ظل معطل لعدد من السنوات. طيب المدهش في هذا الأمر أنه في هذه الفترة بعض الشركات الخاصة حصلت على عروض لإقامة شوارع مسفلتة وتحصل على إيرادات ضخمة جدا من عائد حركة النقل في هذه الشوارع، بينما كلنا نعلم أن تكلفة النقل الحديدي أقل بكثير جدا 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 من تكلفة النقل البري. إذن أنا الآن أستطيع أن أتهم الدولة بأنها أهملت تأهيل الخط الحديدي لصالح أفراد، وهذا نموذج يعني فقط. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد اللطيف الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر هذه الفقرة التحليلية، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا.